السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة عن استراتيجية جديدة عن تطبيق كواي اللي تقدر تربح منه واللي اتكلمنا عليه في الشرح اللي فات. الاستراتيجية دي هتتعامل مع تطبيق هو اللي هيحرك لك الفيديوهات، حتى ممكن تشغل التطبيق ده وانت نايم، حتى هيشتغل تمام بدون اي مشاكل. تابع معايا كده الشرح. انت بعد ما تنزل التطبيق او تعمل تسجيل للتطبيق هتلاقيه موجود في الوصف اسفل الفيديو. هتروح على جوجل بلاي، هتنزل حاجة اسمها كليك انستانس، هتنزل حاجة اسمها كليك اسيستنت. بعد كده بتقول له هنا انستال، تمام، وبتنتظر شوية لحد ما يتم التنزيل على جهازك، وخمسة ميجا مش كبير يعني. بعد كده هنا بتضغط على اوبن، قال لك انا عايز اروح للاعدادات علشان افعل التطبيق ده. انت بتروح على جو تو سيتنج، بعد كده بتقول له هنا اسيستنت، كليك اسيستنت، تقول له اون، تفعل التطبيق من جوه الجهاز. تقدر تحول التطبيق باللغه العربيه عادي جدا علشان الناس تفهم. هنا هقول لك انا وقت التاخير هتخليه زي ما انت شايف كده اللي هو 15000، هتقول له تم. عدد المرات سيبها واحد زي ما هي. المهلة النقر مع الاستمرار 15000، وهتخلي برضو مدة التكبير 15000، تمام. هتبدأ تضغط هنا على وقت اللي هو العد التنازلي، تمام. انا بضغط عليها بخليها 15 كحد ادنى، وده يبقى ممتاز جدا. هتقول له هنا تم، خلاص مفيش اي حاجة تانية نقدر نعملها. تقول له بدء الخدمة، وتقول له هنا شاهد فيديو علشان ما تحولش الترقية بتاعتك، تمام. انتظر كده الفيديو ممكن يطول فوق ال 15 ثانية. تمام، تقول له تاني هنا بدء الخدمة، وتبدأ تفعل التطبيق. ترجع تاني تقول له بدء الخدمة من جديد، هيقول لك شاهد فيديو، تخرج من الفيديو ده خالص أو تسيبه تكمل عادي. كده التطبيق فتح قدامي زي ما انت شايف. هنا ببدا اروح على التطبيق اللي ببدا اربح منه اللي هو كواي، بضغط على العلامه اللي هي تحت كلمه بلاي، بضغط عليها ضغطه كده، وبحرك السهم من فوق من تحت لفوق، تمام، وبضغط على بلاي، واقول لك انا 15 ثانيه، تضغط على اوكي. هو بيبدا فوق العد التنازلي هنا بعد ما يخلص ال 15 ثانية بتوع، شوف ايه اللي هيحصل. هو حصل دلوقتي هو طلع فوق ورجع تاني، بس هو يتعدل المرة الجاية. عندك هنا 11 12 13، احنا حددناها 15 ثانية بالظبط، كل 15 ثانية. طيب هو لو فضل يرجع تاني كده ممكن نوقف خالص ونروح تاني هنا، ونجيبها بس من فوق لتحت كده، حاجة بسيطة تشيلها لتحت كده، بلاش نطول قوي. ولو مش هأخر يعني عليكم هخليها مثلا ثانيتين، بس انت خليها 15 ثانية، شوف كل ثانيتين ايه اللي بيحصل. تمام كده تحدد قدامي على ال 15 ثانيه اللي احنا كنا محددينهم، يعني كل 15 ثانيه هو بيبدا يرفع الفيديو لوحده اوتوماتيك. يفضل لو تقدر تعملها عن طريق الكمبيوتر او اللابتوب، زي ما انت شايف هنا انا الماوس عندي في جنب، هو شغال لوحده عمال بيقدر يرفع الفيديوهات وبيبدا يشاهد الفيديوهات، ومن هنا بتقدر تربح الكوينات. تمام، هتلاقي كل الروابط اللي احنا شرحناها موجودة في الوصف اسفل الفيديو. لو احتجت اي حاجة كلمني في كومنت هرد عليك ان شاء الله، واشوفكم في حلقة تانية. السلام عليكم.